اليوم بتعلمكم كيف تعملوا علبة من ورق. بيلزمني ورقة سميكة مثل هيدي، اتنين بهالشكل، بشكل الطرفين يكونوا متساويين. بالشكل هيدا بستخدم شغلة تقيلة مثل هيدي حتى اعمل لها كسرة. برجع بعمل نفس الشغلة فوقها، بتني كمان تنيتين متساويتين. انا هلا عم بعمل علبة صغيرة، نموذج صغير. انتو فيكم تعملوا ورق اكبر من هيك بكتير، تعملوا علبة اكبر، بس عم بعطيكم نموذج لفرجيكم نظريا كيف تتساوى. اذا مثل ما شفتوا برجع بفتحها، بجيب مقص، بقص الاطراف بهالشكل هيدا لحد الثانية اللي مساويها، بقص هيك، بعمل الطرف الثاني، وهيك بيكون صار عندي علبة بطويها بهالشكل. بعملها تانية من هون بالشكل هيدا، من الطرف الثاني، هي هيك. بعمل لها كسرة ولحتى اخليها تصير قوية متينة بما في الكلمة من معنى، بجيب لاصق بحطه على اللسان اللي عملته بالشكل هيدا، بدهنه وبلصق بهالشكل. بعمل نفس الشي للطرف التاني، حط له لاصق، هيك صار عندي علبة متينة وكتير جميلة من كل الزوايا، ما فيها عيوب، كتير حلوة. ولحتى اخليها تصير حلوة اكتر، بجيب ورقة هيك بسيطة من لون تاني، بقصها بشكل تصير على قياس كعبة، فبعملها أرضية بالشكل هيدا. مثل ما شايفين علبة كتير حلوة. هيدي بستخدمها إذا كنت مثلا عم فك شغلة، مضطر بدي أحط براغي، أشياء صغيرة ما بدي تضيع، أو بحطهم بجارور بهالشكل هيدا، بحط مجموعة. هدول عملتهم يمكن كم دقيقة، عملتهم خصوصي للشريط. بحط فيهم أغراض صغيرة مثل الفاتيح مثلا هيك، براغي، قصص، أي شغلة بنحطها بالجارور، تعليقات مثلا هيك بنحطها هون، ملاقط وأشياء مثل هيك. هيدي علبة كمان عملتها هي أصغر، كنت عم جربها. مثل ما شايفين كتير حلوين، عملتهم مثل حدكم بسرعة. بتمنى هالشريط تكون عجبكم. إذا حابين تتفرجوا على أشرطة أخرى لإلي، فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانت كلمة وحدة، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء في شريط آخر.